ختامها موسيقى لليوم، ورح نحكي عن طبعا لغة الروح والنغم اللي بيسافر معه الإحساس ليعبر عن عوالم النفس البشرية ويتغلغل فيها مع عودة أنشطة الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون اللي قدمت بمديرية ثقافة حمص أمسية غنائية طربية أحياها كل من المغنية هبة فهمي والمغني غزوان الزعيم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد زغلول اللي هو معنا اليوم لنحكي أكثر عن هالحفل والأنشطة الموسيقية القادمة. صباح الخير ويسعد، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح مشاهدينا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك يسعد مايسترو، صباحك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. الحفلة كانت بتاخذ العقل بحمص، الحمد يعني لله حمص توفقنا بيلبقلها فيها. وأنتم بيلبقلكم أكيد هيك أكيد جمهور أكيد. يعني بالبداية كلنا اشتقنا للحفلات، اشتقنا للموسيقى، فترة كتير هيك صعبة مرقت علينا، أكيد ولكن اليوم عم نرجع نحيي الحفلات والمناسبات الخاصة بالأكاديميين مثل حضرتكم. خلينا نحكي عن الحفلة الأخيرة اللي كان بحمص. تماما، مثل ما تفضلت حضرتك، اليوم الموسيقى بنعرفها هي لغة الروح، وهي لغة عالمية، وهي اللغة الوحيدة اللي ما فيها توقف لا بحرب ولا بسلم ولا حتى بوباء. اليوم ضمن كورونا اللي ظلينا مستمرين بأكثر من حالة، سواء عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق الحفلات، كانت بداية بدون جمهور، بعدين صارت مع جمهور بنسبة 30%، وهلا يمكن حاليا رح ترتفع النسبة. وزارة الثقافة اليوم مشكورة، عملت في كثير نشاط بنلاحظه بهالفترة بالمحافظات، من ضمنها كانت نحن دعوتنا للمشاركة بأمسية غنائية طربية اللي شاركوا فيها هبة فهمي وغزوان الزعيم اللي هن طلاب بالمعهد العالي للموسيقى. البرنامج كان طربي غنائي. لما بنقول حمص بدك شوي هيك توقفي تختاري، يعني تنتقي برنامجك يكون صح. جمهور حمص جمهور ذواق، يعني ذواق ورفيع، يعني بيعرف يسمع. ليا بس شكرا. تصنع بسيرة حمص اي صارت تماما، تفرح. هيك بتنعنش كذا قصص. اي بس هي فعلا هيك، يعني جمهور حمص. فالحمد لله توفقنا بالبرنامج، كان تفاعل الجمهور كثير حلو من بدايه الحفل لنهايته. وبنهايه الحفل عملنا غنيه بكتب اسمك يا بلادي اللي غنى معنا الجمهور فيها، هذا صار هذا التفاعل. دائما الجمهور هو بيعطيك الدافع والحافز لنجاح اي عمل، نعم. يعني هو بيعطيك هي الطاقه الايجابيه، فاعطانا اياها الطاقه الايجابيه من اول لحظه طلعنا فيها على المسرح، من اول غنيه خلصت. بيحطك بمسؤوليه اكبر انه انت دائما تقضي، يعني تقدمي افضل ما عندك. اكيد يعني مشتاقين لانه لهي الفعاليات يعني الفنيه، كل الجمهور بعد هالفتره العزل المنزلي اشتاق لانه يحضر فعلا شيء مرتب، وانتم متعودين دائما على تقديم مواهب كثير مهمه. نحن بدنا نروح نشوف مشاهد من الحفل ونرجع بنحكي. يعني مايسترو شفنا وسمعنا اغاني، ذكرت في شيء غنيه لابو وديع، قلت لابو وديع وحمص. هذا كان ابو وديع وحمص بكفرون. بتعرفي احنا ابو وديع يعني رمز من رموز الفن طبعاً السوري اللي بنعتز فيه كثير، وانا شخصيا من محبينه يعني من نحن وصغار. نعم، ولكن خلينا نحكي اليوم البرنامج قديش مهم باختيار الاغاني، باختيار الذائقه العامه للمنطقه يلي اي فرقه بدها تروح عليها، الدراسه قبل بوقت، وقديش ضليتوا لتحضروا بالبرنامج؟ اكيد تناقشنا بالبرنامج كثير انا والشباب، وهن كان عندهم افكار، لغيت شيء، تناقشنا بشيء، قناعتهم بشيء، لانه بالنهايه انت برنامجك بده يكون يعني متكامل وفي تصاعد. عملنا اول شيء بلشنا بفيروز، بعدين مضنا كان محمد عبد الوهاب اللي غنتهم هذول هبه فاهمه، بعدين صار انا قلبي دليلي، فبنلاحظ هيك شوي شوي في تنوع بالبرنامج. غزوان غنى حلف القمر، وبالاضافه لانا بانتظارك ام كلثوم، واخر شيء هنا بكتب اسمك يا بلادي. انت كثير مهم اليوم تقدمي، والشيء اللي انت
بدك تدميه خلينا نقول كأكاديمي أو كموسيقي أو كفرقة بطريقة أكاديمية توصلي رسالتك الطربية الأكاديمية بطريقة لائقة بتليق بهذا الجمهور اللي عم يسمعي. اليوم نسمع أكثر من فرق أكثر من شيء ممكن يقدموا، يعني أحيانا بتلاقي مثلا آلة أورج ومطرب أو آلة أورج وبس إيقاع ومطرب أو مطربة. أنا اليوم بيهمني موضوع الفرقة الأوركسترا هي تشوفها العالم. هلا نحن طبعا لما بنقول مفهوم أوركسترا هو العدد الكبير، نحن بنكون هلا كفرقة موسيقية أصغر، كل حفلة إلى ظروفها حسب الإمكانيات المادية حسب المسرح، فهذا موضوع كتير مهم برأيي، وكل محافظة لازم تحطي لها يكون ببرنامجك شيء خاص بهي المحافظة. يعني هلا من أغاني تراثية، تراثنا غني، يعني تراثنا السوري غني، من أغاني طربية بيحبوها الجمهور، وبنفس الوقت بتقدمي أنت رسالتك الأكاديمية بطريقة مثل ما قلت أنه هي لائقة ومختلفة عن أي حدا تاني عم يقدم هاي المادة. يعني شو أهمية اليوم مع عودة هي الأنشطة الفنية للمحافظات السورية؟ يعني بلشتوا بحمص، بدكم تروحوا على غير محافظة بعدها تقدموا شيء كمان؟ هلا تقريبا اليوم في فرق مشكل في أكثر من 15 حفلة بهدول الفترة بالمحافظات، وهذا شيء كتير مهم لأنه العالم اليوم تعودت خلال سنوات أنه النشاط دائما يكون مركز بدمشق. بدمشق صح. فبالسنتين ثلاثة الأخيرة بنلاحظ أنه صار في نشاط أكثر بالمحافظات. لادقية طرطوس كمان أنا بسألها عن لادقية. لادقية لا، لادقية في لادقية تقريبا صار فيها حفلتين، طرطوس، حلب، حمص، سويدا، درعا هلا في بعد كم يوم. فهذا التنوع هو كتير مهم ودائما عم بلاقي اقبال جماهيري كبير، وانا شخصيا بستمتع اكيد بكل حفله بساويها بالشام وبدار الاوبرا. دائما تاخذوا اغاني تراثيه من قلب المحافظه؟ بده يكون انا يعني بفضل دائما يكون في اغنيه تراثيه من تراث المحافظه. نعم. بالاضافه لبرنامجك اللي بدك تقدمه يكون منوع. هي الحفلات المحافظات انا كثير بهتم فيها وكثير بحبها وبتمنى فعلا هذا الشيء يضل يعني بشكل دوري، لانه مثل ما قلت لك اليوم الجمهور بصير بيتعود انت كيف الماده الجيده اللي بتقدمي له اياها، هو بصير متلقي جيد وسميع جيد. يعني جمهورنا السوري بشكل عام سميع وبيسمع مختلف الانواع الاغاني سواء التراثيه او الشعبيه او حتى الطربيه، فهيك موضوع كثير عم بيساهم برفع الذائقه الموسيقيه والثقافيه عند الجمهور السوري بمختلف المحافظات. نعم. مايسترو خلينا نحكي، يمكن فتره صعبه مرقت وخاصه على الموسيقيين، يمكن اخر شيء انطلق هو الحفلات ودور يمكن الثقافه ودار الاوبرا ولكن بجمهور قليل. اليوم هذا الشيء قديش اثر سلبا على الموسيقيين، وبالمقابل قديش في اعمال مهمه انتجت وانجزت مثل ما بيقولوا بزمن الحجر او الحظر المنزلي؟ هلا اكيد الموسيقي دائما انا يعني بحسه هيك مصدوم، لانه هو اول مين بيتاثر باي ظرف بصير. صح. يعني سواء كان طبيعي او صحي او سياسي او اي شيء، واخر مين بيرجع لشغله. فترة شفنا على الفيسبوك مايسترو كنت كثير عم تناشد وتنادي بعوده الحفلات ايضا. عم نناشد لعده اسباب، يعني اول شيء هي بالنسبه لانه يعني فعلا هي حياتنا وهي روحنا اليوم موضوع الحفلات. اثنين موضوع مادي، يعني اليوم الموسيقي وقت اشتغل مثل هلا مثل اي مواطن هو بالنهايه، بس هو يعني يعتبر نخبوي، لانه اليوم مو مين ما كان بيقدر يعزف، مو مين ما كان ممكن يصير فنان. هو تعب على حاله لسنين كتير طويلة وعم يضطر انه يتمرن اليوم بشكل يومي، وبتعرفي اليوم الغلاء المعيشي والى اخره، فهو يتأثر كتير بهي القصة. من هيك احنا انطلقت وقت مبادرة او فكرة، نزلت فرقة السيمفونية الوطنية السورية فيديو على الفيسبوك، صارت الحفلات انه عن طريق الاونلاين، عن طريق الاونلاين تماما، نزلت عدة تجارب بهالقصص. الموسيقي مثل ما قلت لك لأنه وقت تشتغل هي الحفلات رجعت، يعني احنا كان في عنا حلول انه اوكي بدون جمهور ما في مشكلة، صارت بس الحفلات اونلاين. هلا كل حفلات دار الاوبرا صارت بجديد بعد الحجر الصحي تنبث اونلاين، وهي بادرة كتير كويسة يعني مشان الجمهور. بنشهد انه شهدت عدة حفلات، يعني صار عدة نشاطات بهي الفترة الأخيرة، هي أكيد بتنعش الحركة الثقافية، بتعطي دافع حياة ومعنوي أكبر ومادي للموسيقي نفسه لما يرجع لطبيعة شغله ويؤدي يعني عمله الموسيقي الفني. نعم. من هي الأفكار كلياتها الموسيقي دائما بحاجة لدعم. أكيد.
طب خلينا نحكي اليوم، انتم كفرقة سيمفونية وطنية كمان، شو المشاريع بعيدا عن المحافظات السورية هون بدار الأسد للثقافة والفنون؟ هل رح ترجع الحفلات والأنشطة اللي كانت موجودة؟ الفرقة السيمفونية عملت حفلتين بعد الحجر، عملت حفلة ضمن مشروع الثقافة ببيتك اللي كانت بدون جمهور، طبعا عازفين يعني بعدة فرق، والفرقة السيمفوني عملت سيمفونية البطولة بيتهوفن من فترة. هو كانت احتفالية 250، هي احتفالية عالمية بمناسبة 250 سنة على ولادة بيتهوفن. بيتهوفن بالمناسبة هو الشخص الذي أسعد العالم وفشل في إسعاد نفسه. تمام. يعني بيتهوفن نعرف عنده كثير من الأعمال الموسيقية الهامة، وعدد كبير من السيمفونيات والسوناتات والأعمال الموسيقية لموسيقى الحجرة وللأوركسترا وأعمال السولو. الفرقة السيمفوني أدت هذا العمل، هو من الأعمال اللي كتير صعب يعني ومنهك للعازف، يعني تقريبا عم نحكي ب 40 دقيقة أو أكثر شوي عزف متواصل. يعني نادرا إحنا أحيانا لما بنعزف دور بيكون مثلا في عنا سكتة شي 20-30 ميزور، عند حدا تاني بيكون في نفس القصة. هي السيمفوني لا، هي يعني من الأول للآخير تماما صحبة واحدة، فهي يعني على قد ما أنا ممتعة بالسمعيا للعالم على قد هي ما أنا عمل منهك فعلا للموسيقيين. بنفس الوقت الفرقة السيمفوني كان في بادرة حلوة كمان من وزارة الثقافة بهالسنة إنه عملت أكثر من شيء بالمحافظات، يعني طلعت على المحافظات، وهذا شيء كثير مهم إنه يتعرف اليوم الجمهور السوري على الفرقة السيمفوني الوطنية أو حتى على الفرقة الوطنية للموسيقى العربية. الاثنين كفرقتين أساسيات بسوريا كان لهم عدة مشاركات بالمحافظات، ونتمنى يستمر لأنه نحن اليوم بالفرقة السيمفوني في عدد معين ما فينا ننزل عنه. تمام. بالمشاركة. تمام مايسترو، خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة ذكرتها، يعني حكينا عن الفنان، حكينا قديش الموسيقي هو بحاجة لدعم، بحاجة ل يمكن مثل ما قلنا أول شيء بيوقف وآخر شيء بيرجع بأي مشكلة بالحياة، ولكن اليوم أنتم كموسيقيين قديش مهم أنه تدعموا جيل جديد بيحب الموسيقى، يمكن يكون من الهواة، يكون أكاديمي. كثير من الأصوات عم نشوف اليوم صارت تظهر على المسارح، عم تندعم نوعا ما، ولكن قديش مهم اليوم هي تتجسد عند الكل بهي النقطة يعني. هلا مزبوط كلامك، ونحن اليوم إذا بتلاحظي من خلال مشاركات الفرق والحفلات هلا في أولوية لنقول الطلاب الأكاديميين وحتى الخريجين الأكاديميين، بالإضافة لمشاركة اليوم في كثير من أصحاب المواهب والأصوات الحلوة ومن ذوي الخبرة أو من جيل الشباب الجديد اللي طالع كمان عم بيكون له مشاركات وعم يثبت حاله. يعني بالنهاية المسرح اليوم هو الحكم والجمهور، فالمطرب الجيد أو المطربة لما عم بتأدي بشكل حلو وعم بتفاعل مع الجمهور فهي بحد ذاتها كمان شهادة. ففي عدة أسماء رح تلاقوها اليوم موجودة ضمن حفلات المحافظات وعملت، وفي شيء بده يعمل، وفي شيء لسه لقدام عم بيصير ضمن مجمع دمر الثقافي عدة حفلات كمان هي تحت فرص. نعم عم نحكي لها دعم هي هذا الجيل من الشباب وهي المواهب الجديدة، هذا الشيء كثير مهم، والأهم إنه هو يشتغل على حاله. هلا اليوم مطلوب من أي حدا سواء كان أكاديمي ولا غير أكاديمي، الموسيقى اليوم علم بحر، يعني ما بتوقف اليوم أنا مجرد ما أخذت الشهادة معناتها أنا خلص عرفت كل شيء، أو مجرد والله حدا إنه صاحب موهبة حقق مشاهدات عدد مشاهدات مثلا معين كذا ألف على السوشيال ميديا معناتها هو صار نجم ونجم. لا، اليوم لازم يطور حاله، يطور حاله بالأداء بالمقامات، لازم يسمع بالمقابل أستاذ يعني يندعم أكثر من قبل المعنيين، من قبل يمكن المايسترو يلي عم يعمل حفلة. هلا اكيد لك، وانا بهالمناسبه يعني بحكي اكيد هو الدعم. يعني انا من موقعي هلا كامين صربي نقابه الفنانين بريف دمشق عم نشتغل على قصه اليوم الدعم لازم يكون للموسيقي وحتى للدرامي، سواء من خلال اليوم فتح يعني التعاون مع الاذاعه والتلفزيون، اليوم مع وزاره الثقافه موجود التعاون، لانه اليوم مثل ما عم نحكي بعروض موسيقيه تكون كمان في عندنا عروض مسرحيه لازم تكون. يعني في فنانين اليوم سواء دراميين ولا موسيقيين فعلا يحتاجوا الى دعم، قد ما يكون عندهم هي العلاقات ولكن هن عندهم هي الامكانيات، فنحن اليوم واجبنا او ضمن فريق ندعم هدول هي الامكانيات. نعم. سواء مثل ما حكيت بدراما او موسيقى ان شاء الله يا رب، وهن بقى وقت ياخذوا هي الفرصه
يعني هن من واجبهم وحقهم انه يحافظوا على حالهم، يثبت حاله موجود بيته. اكيد بالساحه الفنيه يعني هي بدها تكون مثل امتحان لإله، فنجح فيه بده يستمر. اكيد نحن بنتشكرك كثير مايسترو على وجودك معنا وعلى طبعا الجهد اللي عم بتقدموه، وان شاء الله تكون رحلتكم جيده ومفيده وممتعه بالمحافظات السوريه، ونتمنى هيك ترجع الفعاليات الموسيقيه ان كان بدمشق ولا كان وين ما كان بشكل منتظم، فعلا نرجع نحن كجمهور بنسبة عالية بعيدا عن كورونا. إن شاء الله بتخلص على خير. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم وشكرا لدعمكم الدائم ومتابعتكم.